مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر أداب وإنسانيات، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درس اليوم إن شاء الله والعمليات على الدوال، ودي الجزء الثاني اللي هو بيتكلم عن الدالة المركبة. كنا تكلمنا في الجزء الأول اللي هو بيتكلم عن جمع وطرح وضرب الدوال، واليوم إن شاء الله نستكمل الجزء الثاني وهو الدالة المركبة أو تركيب الدوال. اليوم سنتعرف على كيفية إيجاد قاعدة تركيب دالتين. يعطوني دالتين ويطلب منا ركب دالة داخل دالة. مبدئيا نأخذ هذا المثال كتهيئة، لو فهمناه جيدا نستطيع إن شاء الله أن احنا نفهم الدرس بسهولة. إذا كانت fx بتساوي 3x زائد 7، عاوزين f2 وf سالب 3 وf5. كلمة f2 يعني معناها استبدلنا x بالعدد 2، يعني كل x اللي موجودة في الدالة هنستبدلها بالعدد 2 كما نرى اللي هو اللي باللون الأخضر ده. الx حطينا مكانها 2، يبقى 3 ضرب 2 6 زائد 7 يعطيني 13. f سالب 3 يبقى نستبدل الإكس بسالب 3، يبقى 3 ضرب سالب 3 زائد 7 يطلع سالب 2. ركز معي في هذا المثال، F5 يعني استبدل الإكس بـ5X. F5X يعني استبدل الإكس بـ5X، يعني 3 ضرب 5X زائد 7، 3 ضرب 5X يعطيني 15X زائد 7، ده الجواب النهائي. ندخل بقى في الموضوع تركيب الدوال. يعني ايه تركيب دوال؟ ما يقول لي عندي دالتين اف اكس وجي اكس، ويقول لي كلمة اف او جي يعني تركيب دوال، ده علامة تركيب الدوال. يعني ابدأ بالدالة اف وركب داخلها مكان الاكس الدالة جي، يعني ابدأ بالدالة اف ومكان الاكس حط مكان الدالة جي كلها، او العكس جي او اف، يعني ابدأ بالجي وركب مكانها الاف. يعني لو قال لي F أو G أبدأ بالF وركب داخل الدالة G، ولو قال لي أبدأ بالG أركب داخل الدالة F. ناخد مثال، مثال 4 صفحة 56. أوجد F أو G لكل الدوال التالية. ناخد نمرة A. F أو G يعني أبدأ بالF وركب داخلها الجي. الجي عندنا اللي هي 2x ناقص 5، يعني احنا هنستبدل كل x في الدالة الأصلية للf نحط مكانها 2x ناقص 5، هذا الجذر، وهذا 2x ناقص 5 باللون اهو مختلف اهو، زائد 7 لأن ما فيها x، تساوي ال 2x تنزل نفس ما هي، وسالب 5 زائد 7 الحدود المتشابهة زي ما خدنا في الحصة السابقة، يبقى سالب 5 زائد 7 يعطيني 2، ويبقى ديت قاعدة الدالة f و g. ناخد مثال رقم B. F و G يعني هبدأ بالF وركب مكان كل X موجودة، ركب الأربعة ناقص X اللي هي الG، تمام. هذا الX حطينا مكانها أربعة ناقص X، وده التربيع، وده الX أربعة ناقص X، وده زائد 2 ما فيها X. أربعة ناقص X كل تربيع، المقدار المكون من حدين تربيع، خدناه في صف عاشر وصف تاسع. بضرب الأربعة في نفسها، أربعة تربيع بستاشر، واضرب الاكس في نفسها باكس تربيع، واضرب 2 في سالب اكس في 4 يطلع سالب 8x. طيب وال4 ناقص اكس تنزل نفس ما هي، وال2 تنزل نفس ما هي، ابدا اجمع الحدود المتشابهه، الاكس تربيع تنزل لحالها، سالب 8x وسالب اكس يبقى سالب 9x، 16 مع 4 مع 2 يعطيني 22. كده حلينا المثال رقم 4 صفحه 56. في عندي حاول أن تحل برضو صفحة 56. أعطيني دالتين F و G، طلب مني ال F و G وال G و F. هناخد F و G و G و F لكل واحدة منهم. نبدأ بال A. F و G يعني ابدأ بال F وركب مكانها ال G، هذا ال F. بدأ بال X، هنستبدل ال X ديت نحط مكانها X زائد واحد، وكان ال X كان فوق تكعيب حطينا تكعيب. ممكن تظل الدالة كما هي بهذا الشكل، أو ممكن نفك الأقواس
الاكس زائد واحد لكل تكعيب، يعني اكس زائد واحد لكل تربيع في اكس زائد واحد. ممكن نفك دي لحالها، يبقى اكس تربيع زي المثال السابق، واتنين في واحد في اكس، اتنين اكس، والواحد تربيع بواحد تضرب في اكس زائد واحد، الاكس هتتضرب في كله والواحد يتضرب في كله، يطلع الجواب اكس تكعيب زائد اتنين اكس تربيع زائد اكس. اهو الاكس تربيع في الاكس، والاكس تربيع في الواحد، والاتنين اكس في الاكس، والاتنين اكس في الواحد والواحد، وهكذا تضرب كله، بعدين نجمع الحدود المتشابهة. يبقى الـ اتنين اكس تربيع واكس تربيع تاتا اكس تربيع، الاكس واتنين اكس تاتا اكس، والاكس تكعيب والواحد زي ما هما. كده جبنا الـ f و g. طب الـ g و f، يعني نبدأ بالـ g، يعني نبدأ بهذه الدالة، هنحذف الـ x ونحط مكانها الـ g. g و f نبدأ نحذف الـ x ونحط مكانها الـ f. اهو تمام، هذا الـ x ديت حذفناها وحطينا مكانها الـ x تكعيب، خلاص ما في هنا تبسيط أكثر من ذلك. ناخد الرقم b، f و g، يعني نبدأ بالـ f وركب مكانها الـ g. هذا الـ f، هنشيل الـ x ونحط مكانها x ناقص 5، ونفك المقدار ده زي ما اتفقنا، x تربيع ناقص 10x زائد 25 وبعدين زائد الواحد، يبقى الـ x تربيع ناقص 10x تنزل نفس ما هي، والـ 25 زائد واحد يعطيني 26 اللي هي الحدود المتشابهة. طيب الـ g و f، يعني نبدأ بالـ g ونستبدل الـ x بتاعتها بكل الـ f، يبقى شلنا الـ x ديت وحطينا مكانها x تربيع زائد واحد وناقص 5 نفس ما هي، واحد ناقص 5 يعطيني ناقص 4، يبقى x تربيع ناقص 4. إن شاء الله في تدريبات ممكن تستعينوا بيها، تدريب رقم 12 والتمرين رقم 35 و36 في الكتاب المدرسي، نستعين بهم إن شاء الله في حل هذه التمارين. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس اليوم، على أمل بلقاء جديد، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.